الطبيب طالب باحث والمنسق الجهوي للمنتدى الجهوي لطلبة كلية الحقوق. تأتي هذه المبادرة وهذا اللقاء إيمانا منا بالخطاب الأخير لصاحب الجلالة الذي حث فيه كل المواطنين على ممارسة على النهوض بالتنمية الجهوية كل من موقعه، وارتئينا نحن كطلبة أن نساهم من موقعنا في التنمية. وقد اخترنا لعنوان لقائنا اليوم أي دور للشباب في التنمية الجهوية نموذج إدماج جامعة الحسن الثاني لكلية عين الشق وكلية المحمدية، وتساءلنا أي انعكاسات على الطالب. ويحضر معنا لتنشيط هذا اللقاء ولإعطاء الصبغة الأكاديمية الدكتور سامر بن الفقيه بصفته نائبا برلمانيا وعضوا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين. وشكرا.